القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيثمثن السلام عليكم ورحمة الله. وقيت درس ويس 436 من دروس التفسير، والسقي ميرض ربي أن بذو صورة جديدة تصورة تجريط صورة سبأ. صورة سبأ ودن في السرمير ربي سلية ثمزوري في المذلية في الستة. سميت سبأ لورود قصة سبأ في السد ذي الصورة ساقي تفاصيل وردت قصة سبأ في هذه الصورة وسميت باسم سبأ. وثقي عطاس الدروس هذا نحفظ خطر الإعجاز القرآني متنوع. القرآن هو كتاب الله المعجز، وهو معجزات في الأبعاد الآتية: الإعجاز البياني ما يتعلق بالبناء اللغوي في القرآن. أول ربي عزيزا معجز نكوني ولما يسمى سليثة قذيري ثسني ذا حدث بوال يعني يفصليت ذي القرآن الكريم إن زيثد ربي استعرف يكو قذي تسمى سليم تعرف ذي الوقت اني مدين زل ماشي ثورة ذي الوقت اني استعرفنا كن ملان باللي أول ربي عزيز معجز في جانبه البياني في المباني والمباني والمعاني. أتغرم كتاب الزمخشري، الزمخشري وجي من كبار العلماء لبول مقارنا في اللغة العربية اسمه الزمخشري. أنا غير كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، مدينة الجرجاني ذا الذرار ذي حريشاقين تموسنياك، يخدم كتاب اسمه دلائل الإعجاز. من روح الإعجاز التشريعي أي نعنان ليجيسلاسيون أي نعنان التشريع إلا ذو ولا ربي معجز. مثلا الربا إن ربي حرام، شحال قلت نصح قبل 20 سنة قبل نوض الآية 275 من سورة البقرة: وأحل الله البيع وحرم الربا. علماء الدنيا أكن مالان يمسنون دونيث يمسنون ذي الذامسة ذي الإيكونومي ذوين يعنان للتكنيك بانكير تقنيات البنكية وقاذي يغمقن يقارن لي زانتيري فيريفيت أكن يفغو إلى لو طو دانتيري داير السوال قارن خلاق لو طو دانتيري أذ يغال 0%. شو معي 0%؟ معليش كسر الربا نهضرت في الناس فيما سبق صافي ذاك إعجاز أي دين ربي النافذ غسل غاشي يقول ناس تعرفن نورمال ميد كوين يعني نثامو سني زران باللي أي دين ربي تيلت ودي سيون وساس تعرفن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هناك أناس ينكرون
تحريم القرآن للربا. يقول لك علاه يحرم الربا وحنا الاقتصاد العالمي البنوك لازم لها فوائد ربويه. هما يعرفوا بلي يسفوا وداير كاين بزاف ناس باحثين من غير المسلمين يقولون لا بد من انقاص نسبه الفائده الى 0%، يعني القضاء على الربا، يعني العوده الى ما قال ربنا في القران واحل الله البيع وحرم الربا. اي يعني الاعجاز التاريخي يحكي هذا القران تاريخ ذم قران تاريخ. خلينا نظروا كني سيدنا صالح، سيدنا موسى، سيدنا يوسف، عندها ويغدي يحكي لك في مشوه هي هذا القران اسمي ربي احسن القصص، قصه سبا نعيش معها قوسنا قد يسدون ويغدي يحكي هذا القران. اذا القران معجز في مجال التاريخ القصص القرآني، ولكن القرآن يحكي لنا هذه القصص للاعتبار باش نعتبر نكون كان جيراننا ما تحكون تما شاهد ما شاهو سورتو غريف الكانون مثكث الهوى أدفك ربي لهنا أدزيوك ثواشورت ما شاهو إلى قيد درمنا لا ما شاهو فوالا أكيد صعبا إيه ثم الشهوت ثلها ثلها أنا والعبار الدروس ذيني مقارن أتصرف جن الريف الكانون. ربنا ذكرنا هذا الإعجاز التاريخي وسنعيش مع قصة سبا. إذن القرآن كتاب الله المعجز في بعده البياني، في بعده التشريعي، في بعده التاريخي، في جميع الأبعاد. مقدمة قصة سبا، إذن سورة سبا عدد آياتها أولا هي سورة مكية، شرحنا هذا فيما سبق. القرآن المكي والقرآن المدني، القرآن المكي له خصائص، من خصائصه يركز على مسائل الإيمان وأصول الدين، البعث والنشور، النبوات، وكذا لكاركتيرستيك خصائص القرآن المكي. ذين يعني الإيمان سربيس الملائكة، أين يعني نمو لهن تلسى الأنبياء، الإيمان بالبعث باليد يسوس أتنيرك الدنيا ثقي، أم بعد نفذو ثذر ثم قرانت لا في إترنال أخام القرار ثنديهن ماشي ذاقي في مسالقي كون دادو سانت وسانت ذي القرآن المكي. ماذا القرآن المدني؟ القرآن المدني يعني التشريع، نهضر في الربا، نهضر في المعاملات، نهضر في العلاقات، هذه من خصائص القرآن المدني يغلب عليه الطابع التشريعي كما أسلفنا. إذن سورة سبا موضعها هي قرآن مكي، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سمكر المدينة. إما تنزل سورة سورة مكية عدد آياتها شحال آية في الساعة؟ سورة ساكن 54 آية. عدد كلماتها 880 كلمة. عدد حروفها 4512 حرفا، 4512. عدد الآيات 54 آية. عدد الكلمات شحال مسلايين 880 كلمة. عدد الحروف نظر الحروف ألف باجم 4512 حرفا. نبدأ في التفسير سورة نفذو فذكا الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، سبحان الله الحمد لله. هذه من الصور التي تبدأ بالحمد لله، سورة الفاتحة تبدأ الحمد لله، أتصن صور وقد ذكرنا هذا فيما سبق دون إعادة. لن تصورتين إقفذان سوى ولقي الحمد لله.
ذا شو سورة الفاتحة ثناد الحمد لله رب العالمين ذاكي خاطي ثناد الحمد لله الذي أنحمد ربي إكسعان وقي الثناء على الله مع التعظيم ثقي نقطة مهمة أنحمد ربي وثنعظم جل جلاله الذي يتمتع بصفات الجلال والكمال والجمال يك الصفات هذه صفات ذاتية سيدي ربي يسعى ثنتي نسو ثنتي سعي ون ورسعي أشري الحمد لله هذا الحمد ربي الذي له كل شيء نس ما في السماوات وما في الأرض باش وسي قراي ونساء شري كل شيء نس ذي جنوان إجنس تامور ثقي ذي نسيذير إينس أين إلا نجري جنوان أكذ القاعة إينس ذي ذورار ذل ذيور ذي سفن ذل بحور كل شيء إينس دور سمحتي ذي صورة الحديد الآية السابعة ربنا قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ما تقولوش بلي هذه الأموال نتاعي ماشي نتاعك تملكها مؤقتا بعد ثلاث آيات الآية العاشرة ربي قال ولله ميراث السماوات والأرض فهمي الفهم معنى كل شيء كي اللوزينات كي ديار كي العمارات كي تراكتورات كل شيء هذه يغلي ربي مقارا جريث مليح شيني سير لا جيستيون تسير يرنا ملكيتك ماشي دائمة بل كتصفض مليارات الشركات عامين 20 سنة 60 سنة أدي يسواس أثني دي جضي وقاذني دي فيرك الخلفاء اللي هما الورثة ذغني ثني هاكي نورث من بعد أتورث كان بورين بيريود مدة معينة ويتسجى ثيوة الشيخ محمد الحسين يفريا اختيد إنك ثمورث تبديل يا مولانا ثلاثين مسلين بالمختصر المفيد ثمورث تفدين إمولان أسمين نغن السينة كني فاكل وكذا إن ياسم سلام دنا في المورث وريزر أحد ويتسيلان إن كني تراجع الموث القرار نغ ذي زيوان الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض نمس فهم؟ يلا وله الحمد في الآخرة أنا عميه مشي كان لقي الدنيا ميم ذي الأخر ميم ذي الأخر ذا يحمد رب سبحانه في الدنيا أسن حمد ربي أو في الزمر أو في الهواء أو في الهنا في الدرية في الأرزاق في يزري في ثموغلي في مزاغي سلين لو كان حمد ربي أم يضم زلو الله من قضى عليه أخطر أكنث حمد ربي الذروس نمس فهم إمي دينا وله الحمد في الآخرة المعنى ذي الأخرث وجد النية ومجرز الشوال أي نزرع عن ذي الدونيث وفات ذي الأخرس اتغاد الحمد لله ربي أسينا ربي الحمد لله ذي في زيوزو عاونا غيريه الليل يوجيل أي نتعاون نتفضي تفضل خدمي تفرح ولا شو كينكرنا سيد الحمد لله العثافي والروح راه باطل سجيض زيد التجرة تغزض الفير تفنيض الجامع تفنيض السبيطار المدرسة أين كيف خدمت دي الدونيف أتفضى كي تراجو ذي الآخر أتحمد الضرب بيسير البيلان أتواليض الله الله أين تصوض الشيني أكيد يسمكتي أين تصوض الشيني أكيد يسمكتي نمس فهم أم بعد مرحي الملائكة مبروك فلاك الجنة وبليجة دين الحمد لله ماشي كان لذلك ربي حكاية غد ذكرناها مرارا وله الحمد في الآخرة الذين يفوزون بالجنة يقولون الحمد لله تعرفوا الآيات وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الترنلمون مباشرة أشدينين الحمد لله الذي صدقنا وعده حمد ربي الوعد سيدي ربي وفى الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ربي زربي الحملة خير يا بابا يا بابا
سيرتو ثورا لي لوتيران الحاصول لي كوبيراتيف سيدير نويا سين النظن طروك الدحيس يا الطرقية العقارية لا لوا 1104 ايه لا لوا 1104 هاو لها مليح الطرقية العقارية النشاط العقاري حاجة مليحة هاي كاين مزرعة نتاع الشباب باباه يخلي له جنان نتاع تشينا ونتاع التفاح كيموت باباه يقطع الاشجار نتاع نتاع تشينا ويغرسها بيطون يقول لك سيرفيس رابيد كي نغرسها بيطون تم تم نطلع كاش باطيمه عندي فيها 14 سكنه نبديها وحدي زيد اربعه لي لوكو بسم الله ما شاء الله وكات كات بسم الله نوار كات كات نوار قدام الكراج خير ان شاء الله بابا مسكين يقول لك غرس الشجره وبعدين وقت الشجره هذه تعطي لك والو خاطر هنا كالكيلاتريس مشكله تربويه حضاريه لو كان ندخل في هذه ما نخرجش يلا نرجع خلينا نروحوا الجنه خير يلا كنا في الجنه واش جابنا لهنا اهل الجنه واش يقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء بعد ربي قال في نعمة فنعم أجر العاملين لا ثفل الدنيا تغل الثم وبعدين وطر وطر الملائكة حافين من حول العرش شوف غير الملائكة بسم الله ما شاء الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حديث أبي هريرة لقد أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وبعدين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم هو الملائكة حمد ربي ويعظموه يسبحون بحمد ربهم مازال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وصورة الزمر ختمت بالحمد لله رب العالمين يلا إذن وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير حكيم مادام حكيم كل حاجة ذقم كانيس كل حاجة ذقم كانيس إذن تسيك تدبيرا العبد يتحبر ربي تدبير ولكن تقضي لي ثم كثل حو وكت الشرايط سيني مسلين أقرص خلينا نقول المنطقة عند القبائل السوسمي اللي فيلوزوف هو اللي قلنا سيدي داطاس واسد عيودا خطره كيف لا سيدي مسلاين دي سامبليفي خير الكلام ما قل ودل شوطو مسلاين معنيس مقر يلا من بعد يسأل ذا خبير علاش شو يفرن في اللاس اين ظهرا اين يفرن اين ديفانا كل شيء يحصى يزرع يعلم ما يلج في الارض اين الشملك وكان يزرات الزريعه نتاع الفلاح كي يزرعها ربي على باله زرع القمح الشعير وكذا امان ما دغلين سقين وانا ديك الشمن ديال القاعه اتسوحر زن ديال القاعه ادي سواسات نفني مذانا ما لا غير زن الفيور نغ زرانا مي ميم الميثينة حتى اللي يموتوا وين نديروهم اللي يموتوا واش نديرو بهم ماشي في الفريجيدير كونجيلاتور يلا الروح راحت انت ثاني روح ادفع روحي لا رياكسيون سي اوتوماتيك يموت يول ينطليس ذاك وما يلج يدخل اي ديك الشمن ذي القاعة وما يخرج منها مفقد النعمة في مزين يرذل اين ديفان ربي يزرات امان مراد فغان كل شيء يزرات يحصاد وما يخرج منها وما ينزل من السماء لهو اللي غادي ينسكين كل شيء ربي يزرات سالقطرات ثقي ثبما مثل اللي يزرات وما يعرج فيها ماذا يعرج فيها الملائكة تعرج الملائكة داسم تحضر من بعد سؤال ترسيل يا ربي هذا ماركي انت شو نخدم لو بيلون كل مكولاس كل جمعة كل شهر كل سقواس نسعى لي بيلون
يرنا بيلون ديتايي تصوفن سيدي ربي ذا الأعمال الصالحة تصعد إلى الله وما يعرج يعني يطلع ويصعد وهو الرحيم الغفور الحمد لله رحيم ما أنت ويتحس لو كان هذه الزيارة تروي في لنا ابن عطاء الله السكندري إنك لا كبيرة إذا قابلك فضله ولا صغيرة إذا قابلك عدله سكانرني بيوبسيني كوش اللي عدي ديك سا لراديو لأغرفال قبالي كوش اللي عدي يجري فاسم ربي سبحانه الرحيم سعى الرحمة غفور يعني مدين ضرب بسمحيش قاعد سكان سمحيي لا قوم تسمحهم سرتو ما ثرني ضص الصلاح إن الحسنات يذهبن السيئات والنبي صلى الله عليه وسلم يناد وأتبيعي السيئات الحسنة تمحوها من المثخذ مضسية صدف راس الحسنة أتتمحو أتكسك ولا ثريسية وقال الذين كفروا زريعا تاع الكفار دائما كفر كافر الكافر كذاب علبكم على كذاب كفر الفلاح زرعه يعني خبأه معنى يعلم الحقيقة ولكن يكفر بها كفر ربي قال جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم والله غير فرعون غير كي قال أنا ربكم الأعلى على بالو بلي هو ولو فرعون هو اللي قال أنا ربكم الأعلى هو على بالو ماشي ربي هو بنادم هو لا بروف ما يقدرش تحرك البحر يقدر يحبسه البحر سلاذنا ربي ميقول سيدنا موسى ستاع كاستيس يقول هذا فريد يعدى موسى أكد ذي المؤمنين يقول تسمي يعدى فرعون أكد ذي العسكر يقول دوا ملك لله أريد زميرة ذي الدفن ديغ في إيمانيس يسكدف إيمذانا التصيث يمنا أريد زميرة ذي سكدف لا يا ربي ولا إيمانيس خطر تيزرة في ذات لذلك ربي سبحانه وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة ها أول حاجة قلت لكم هذه صورة مكية تناقش مسائل النبوات والعقيدة والإيمان والبعث هي الكفار قال ما كانش حاجة اسمها يوم القيامة ولو عيش لا في كي تموت باي وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلم هما اللي قالوا هكا ربي ذكرهم قل بلى ربي سبحانه وتعالى سيدنا صلى الله عليه وسلم خاطر ثلا الموت ثلا الاخر ثلا يوم القيامه لا في ايترنال الحياه الابديه ماشي ذاكيه تنديهن يكفوال وربي لتاتينكم ربي ناسين في اناس ادى السعني أماكن أتسمثم كنو يسير أتسمثم ياك ودي سولات دولي ثقة تسمث أتفاك أذي غلي يطيج النغ الشيخ محمد قار الحسين ولاش تصبحي ثور نسعي ثام الديث أولاد الدونيث ساعة صبحيث ودست مديثيس وربي لتاتينكم أدس يقينا عالم الغيب ربي ذنتيك زران الغيب أنا ذنتيك زران عالم الغيب لكن يقول الله ما نحصى أنت عيشي كان أنت عيشي ثورة ذا شيء ضرور سيسزكا بعد سيكون بعد ثانية بعد ساعة بعد عامين الله أعلم ذي الوقت قد تمسلايغ لذلك إذا نقرني عدن حضرا ذاك موثم لأنه يضاس بسي عدن حضرا موثم لأنه يضع عشر رمضان يعدني ذنا رمضان يقول هندي تسافرة نكون إذا الله أعلم يونور يزاري من مي أردس مدي فيس عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يزرى لانفيزيبل إلو فيزيبل أين يفرنين ظهرا ولش ذا شو يفرن في الناس ولا ذرني أما ذي الجنوة أما ذي القاعة أما ذي البحور أندث الله ربي زرات يحصات بعد شو دينا ولا أصغر من ذلك سبحان الله ذرة وكذي غران السبيسياليست الزيكسبير ذي الدومين
مارس الدركين ذاين سي بون ذلك رب دي قار ولا اصغر من ذلك مما لن مزي اكثر بين السلام ولا اكبر نغم قرث اكثر الا في كتاب مبين كل شيء يورى كل شيء توحصى كل شيء زرات بابي جنوان من بعد شو ديننا ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اغدي قربي وقاذ يمنا ارنخذ من الصلاح يا اخي الزران ربو ديننا لاش نخدمه دي قر خدمت للصلاح وني غاوند مي ديف ربي للصلاح نغل الخير جما غدينا اش نخدم دي قر خدمت الخير كل يوم شويه من الخير بالك الا ديون ذاكي الخير نسن حملنا دعوني وجينا كل عين ربي ويظن يظن جميع عون وجين يتعاون يموضان يتعاون وكذي موثان يتعاون لي بروجي تمورت بالك هو يض الخير نسن ذا مسوق انت الدارث انت الدارث في الشغل يتسزل فردان الحاصل تريسيتي الغاز تسد كورونا وزن تو قال وكان ماشي وكذني كوني نضاع كل يوم ندافي والله ربي وكذا غلصلاح وريزميراي وندكينا غاسيني للصلاح دوا نو لا نضيق واسعا ذاك رب دي قروا عاملوا الصالحات في سورة الحج الآية 77 ربي ند وافعلوا الخير خدمة الخير لعلكم تفلح يلا من بعد يناد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن نخدم الصلاحين زرعنا ثغلثا أولئك لهم مغفرة خطر ما شو قال خدم الصلاح وخدمنا اللي فوت خدمنا اللي فوت غلظا مش ظن سا ديبون خدم ربس اللي قال خدمت كان اكو نعرفو خاطر زمان ديري ونديينا هاكي انت خويا ما ناكل بصل ما نحصل لو كان دير الخير سانتقد صافي مال علاش انتقد انايا ولو انا نبقى نضيف راك غلطان الجور اللي خدم اللي يلعب داخل الستاد جور يماركي البينالتي يماركي لي بيوت مي كاش نهار يكون فاس فاس مع الجول وما يماركيش ولكن الناس كاع تعيط عليه مين في الباطي ما تعيطوا عجيب مين في كي تسمع العياط في الباطي ما معناه يا ماركاو البيت يزعفوا علاش ما ماركاش فاس فاس وزعما لو كان انت يا ما انت كي ما يكونش الجول وما تماركيش ما كاش الجول وحدك توصل تضربها وتروح علاه تعيط عليه ما تنساش بلي كان هذا يخدم لي جون عجبكم الكول لحقاش ياسكر بعدها مازال تلعب اليوم والله ما على بالي ولكن يلا ان شاء الله يربحوا كاع باش ما يقولوش ان شاء الله يربحوا كاع ان شاء الله تربح الرياضه تربح الاخوه يبعدوا على العنف لا فيولونس ولا لا لا يلا المهم سيدي ربي سبحانه كي قال وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة بسم الله ربي سنسمح يرند ورزق كريم سبحان الله يقول كما ثوض الرزق من الحلال ذي الدنيا ثفنين وذي الآخر ذا كدي رزق ربي الأرزاق سيدي ربي ذا الرزاق أم كدي سرحي الأرزاق يسعى الشغل يسعى الحكمة بالك توريك شيني جون تخدم لي بروجي لا عجب تخسر ذاك ذاك السم كيف فار العقل بالك لما تبض 40 سنه 45 سنه اتخدم ضام بروجي ادرات ربي كلش ان كمل عقليك وكذا بالك لو كنت تربح ذي مليارا اسمي الساعه 30 سنه اتغلظ ذيريك ذيريك تصور طاغيه كيف العقل اتسجد تظلي اتخدم لعجب جرب لي خمس شغليس العبد يتحب ربي يدبر خلي كان رزق كريم لسيدي ربي ذي الحلال اما ذي الدنيث اما ذي الاخرث خاطر الرزاق الاخرث زديت ولاش ذا شاتي سنول اثني سلوغن اثني سلوغن خاطر ذي الدنيث ولا ما تسعيض تربحض تسعيض شاكي سلوغن لكن كنت دني لو كانت تسعيض 10 كاميونا كشمد التسعه يولد ديك الشمال كيف العقل كتخمم سورتو ما تصوضي الشوفور وتطيف ضاره
هذه كومباس المخي هذه يخدم ريحه تشض في الصغار كاميون صغير راه كتشض وفي كي كانت كاشي تسني يسعى لا طونسيون تالي يسعى السكر هذه الصبنه ديالي يسعى الملح ادفغناك السكر ديال الملح طونسيون مي تا شويه كان كلو كتا منصر نورمال يا اخي مرحبا سيك الشرب بينا لا تيخري السكر هذه خين ترونكيل القلقه لونغواس لو ستريس صافي جرب هذيك بالشوكليس والله العظيم زي قرنا غير رزق ربي النية فلاحا لو كان سنتي تحسبو فلاح وسنتي زرعارة الفلاح مسكين زريعة غادي يكرز غادي يخدم كلش ولاش الهواء ولاش تفهر العقل قافلة فيوغا لما غادي الخلاني غادي يروح غادي يزرع وغادي يكرز غادي يرجع ربي يرنا يقماش وصراجون اما ذي مولانا اما ذي وجيلنا اما ذي العشور اما سمحتي يعني قليلا اما ذي الذيور تراجونا وكي قماشا كل دينا كي وفلاح ميروح غا الزرع غاكا اتسمحتي يقماش الغاشي تراجونا نكيني الزرع غباش غلثن ولكن في ثفار العقل لو كان سنتي تحسبو فلاح وسنتي كير الزرع فنبغى الخاتمة من بعد شو دينا ربي سبحانه والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم وقاذ يريدون إبطال هذه المعجزة الخالدة يريدون إطفاء نور الله الذي لا ينطفئ إلى أبد الآبدين وقاذ يهوى يسن كان لعث فن كان بطل يرنن بلا الفايدة قرآن كتاب الله معجز يقيم الحج على الجميع إلى أن تقوم الساعة ذا ربي نيسني وكذاكي لهم عذاب من رجز أليم أثني سراجو أي نزرع ذي الدنيا ثغرثا ذي الأخرث ربي مدينة ذي العذاب ذي سميسي ذا واليس نكون نزمير راني ثغمس ونزمير راني ثولا التفضل وكزمرني العذاب سيدي ربي ولا حول ولا قوة إلا بالله آخر آية الآية السادسة ويرى الذين أوتوا العلم قال العلماء هؤلاء من علماء أهل الكتاب ولكن معلش نوسع المعنى كل أولو العلم خطر كل من القرآن يشرح بعضه بعضا جميع أهل العلم الذين يبحثون عن الحقيقة سيجدونها لقوله تعالى في سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق واستقبل قارا وين ذم يفا إذن ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك أين تنزل ربي في النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق إذن القرآن أجي تذت ذي الحق الدين زل ربي في النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي إلى صراط العزيز الحميد يعني أول ربي يجي القرنجي يتوليه سافري ذا الربي الهان سافري ذا مسلمة أرثكيند أرثكيندما وجي صراط العزيز الحميد أكمل لغن السثور أصن قرار بيهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نسوثريك الشياجي هذه بداية السورة سورة سبا أذكر إخواني هي سورة مكية نزلت قبل الهجرة النبوية في مكة المكرمة وعدد آياتها 54 وعدد كلماتها 880 وعدد حروفها 4512 نعيش مع هذه الصورة آية آية كلمة كلمة حرفا حرفا إذا شاء الله وقدر جغوث الويث أرثيم لليث